السلام عليكم اخوة المشاهدين، خوتي البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي احسن الاحوال. اليوم بغيت نقترح عليكم طريقة تفصيل وخياطة ملابس نوم اللي هما عبارة عن قطعتين اللي هما على هذا الشكل. بقوا معنا تشوفوا طريقة التفصيل والخياطة. بسم الله على بركة الله، هنا كنجيبو اي ثوب بغينا، اي لون بغينا نستعملوه. هنا خديت انا هنا التوب ديال المسلين اللي كيكون خفيف من نوع الجيد اللي هو على هذا الشكل. يمكن لكم تاخذوا اي لون بغيتوا، انا اخترت هذا اللون. عندي فيه طويته على جوج على اثنين، عندي العرض ديالو او الطول ديالو عندي خديت منه 73 سنتيم حتى 70 سنتيم ديال الطول. وهنايا في العرض عندي متر 50 ديال العرض. كنجيب التوب ديالي كنطوي على 4 كما كتشوفوا، حاولوا نتلتوا التوب، كنطوي على 2 بعد كنتلتو على هذا الشكل كما كتشوفوه على الشكل مثلث كما كتشوفوه، كنتنيوه هيدا على هذا الشكل. حاولوا نقدو مزيان. من بعد كنشدو كنتنيوه على 4 كما كتشوفو، دابا كنجيبو السنتيم كنعبرو الدورة بالنص. مثلا عندي هنا الدورة بالنص فيها 80 سنتيم، كنقسموها عندي فيها 80 حتى 90 سنتيم، كنقسموها على 8 كتعطينا 12 حتى 11 سنتيم. كنحطوها هنا في الوسط كنعبروا 11 ديال السنتيم كما كتشوفوا. كنجيبوا لاكري او الطباشير كنتراسيو هنايا 11 سنتيم. هذه غتجي جهه اللي غتجي على النص السيده، وكنقطعو. بعد ما قطعناه كنجيبو السنتيم ديالنا كنعبرو من هاد الجهه اللي كتبان لينا، كنشبرو السنتيم من قطعنا من الراس حتى لهداك البلاصه اللي كتبان لينا. هنايا خرجت لي هنايا 41 سنتيم ديال الطول، كنبقى نعبر 41 سنتيم بالوسط، 41 سنتيم كنعاود ندير 41 سنتيم ديال الطول، وكنقطعو الفالدة ديالنا. دا غنفتحها قدامكم باش تشوفو، هاي العرض ديالها كتجي واسعة. بعد غنكرشوها غنعملو الريضة اللي كتجبد باش غتجمع لينا هاد الفالدة هادي. هي كنجيبو الدانتيل او الريضة كنعبرو شحال فيها، هنا فيها 80 سنتيم، يعني غتخيط على هاد الشكل، غتجي بحال هيدا مخيطة، كنجبدو بحال هيدا، يعني هاد تجينا مكرشة. بغا نكرشوها بهاد الدانتيل. دابا ندوزو نخيطوها مع بعضياتنا. كنجيبو اللاستيك اللي غيجي في النص باش الا بغينا نزيدو نجمعو، يعني الدانتيل تجي شي واسعة تجي شوية مجموعة، كنزيدو ليها هاد اللاستيك اللي على هو على هاد الشكل هذا باش كنجمعوها شويه بحال هيدا.
باش نتحصلوا على فلطة بحال هاد الشكل. دابا بعد ما لقيناها من الجنب من الجناب ودوزنا لها السورجي من هنايا من الوسط على النص، غندوزو نخيطوها بعد ما سالينا الفلطه ديالنا درنا على الجباده ولا الدانتيل، غندوزو دابا نعملو السوجي سبيسيال الحاشيه من تحت كامله. دابا غندوزو نديرو الجهه اللي كتجي على الصدر، كنعبرو جوج ديال الطروفة كل طرف كيجي فيه 50 سنتيم. هادو الجهة اللي كيجي غنصيبو بها الكمايم،
عن الجهة اللي كتجي على الكتاف، كنعبرو جوج ديال الطروفة ديال الدانتيل، خصهم يكونو قد قد. كنجيبو الجبادة ولا اللاستيك، دائما كنعملو لاستيكة ولا جبادة كتكون ناقصة على الثوب، باش ملي كنجمعو كنجبدوها كتجمع لينا الثوب أولا الدانتيل اللي غيجيو على هذا الشكل. هادو الجهة ديال الكمام هما هادو، دابا غندوزو نخيطوهم. دابا غندوزو نخيطوهم بالجناب، غنخيطوهم من هنايا. بعد ما خيطناهم الطرف اللي كيجي في الوسط كنديرو فيه 80 حتى 70 سنتيم كامل، كنجيو للوسط وكنشدوه بالإبرة والخيط بهذا الشكل. كنجيبو لي سطراسة ولا العقيق بحال هيدا، كنحاولو نخيطو غير بالإبرة والخيط. بعد ما ساليناه هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى تكون عجبتكم الطريقة وتكونوا فهمتوا كيفاش كيتفصلوا كيفاش كيخيطوا. اخوان المشاهدين، الى عجبتكم الطريقة والتفصيل الخياطة تبارطاجوه مع الاهل والاصدقاء واشتركوا في القناة ديالي ودعمونا باللايك، وكنشكركم على المتابعة، والسلام عليكم وإلى الفرصة المقبلة إن شاء الله.